من داخل محل عمره عشرات السنين وبين أدوات بسيطة وقديمة، ورث عم ميشو صناعة تصليح الأجهزة الكهربائية أباً عن جد، وأصوله اليونانية ودقة صناعته خلوه أشهر صنايعي في البحيرة. تعالوا نشوف حكاية عم ميشو وسر ارتباطه بمحله. قعدت في مصر انا وجدي وابويا، بس احنا اصلا يونان، فانا حبيت مصر وحبيت ناسها وخدنا وضعيه في مصر. يعني في غير دلوقتي ناس قدام بيجوا على اسم المحل، على اسم الخواجه. يعني عندي اجهزه من 50-60 سنه هنا، دي اثار يعني تعمل متحف. ناس اول كانت ناس يجي بالتلفزيون يسيبه ويمشي ياخده في ميعاده، تمام كان قد ايه اصلاحه 10 جنيه 5 جنيه. وكان بقى شغلنا كله فلاحين وناس اعيان البلد، يعني العمر بما بكل عذابها عند ابويا وعندي. شغال في القديم وفي الحديث، يا شغال في أجهزة بقالها 50 سنة وشغال في أجهزة بقالها سنين شاشات، يعني شغال في الاثنين. يعني مثلا دي مثلا بتاعت مكيف، برضو الوحيد اللي عملها أنا بس، من استقبل أجهزة عشان عندي خامات من أيام جدي وأبويا، خامات وخامات أصلية، يعني كان أول خام أصلي، فأنا بستقبل الجهاز من الزبون عشان عندي لها حل اللي هو الخامات. لو مش عندي حل مش هياخده. الناس بقى بدأت تجيب الراديوات زمان صلاح، راديو بتاع زمان يجيبه عشان يصلح عشان يسمع عليه محادثة القرآن. يعني في ناس عندي، ناس غوج القديم، عنده كيف قديم، عنده مزاجه القديم اللي مهما يكلف خلصه له. لا المحل ده، من المحل ده كان يبطل طوابير ناس زباين، دي احلى منظر. يعني في ناس بتقول لي انت مش قاري، في ناس بتقول لي انت مكروف في الشغل. انا ما بنقعدش في البيت قد ما في محلي، يعني انا في البيت فندق بس. هنا المحل ده انا بننزل نقعد فيه من الساعة 9 الصبح لساعة بالليل، ان المحل حياتي فعلا، حياتي فعلا. يعني انا بحب محل، بحبه قوي قوي قوي.